دوي انفجارات بالعاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة أعاد ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في السلطة إلى دائرة الإثارة والجدل من جديد. فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين من عميل لجهاز المخابرات الروسية إلى سيد الكرملين الملقب بالقيصر. المشوار السياسي لخريج كلية الحقوق عام 75-900 ألف كمتخصص في العلاقات الدولية ثم حاصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد بدأ في صفوف جهاز الاستخبارات السوفياتية. عمل في أوروبا الشرقية بين عامي 85-900 ألف و90-900 ألف وكان عضوا في الحزب الشيوعي. عين رئيسا للوزراء من طرف الرئيس السابق بوريس يلتسان وبعد استقالة الأخير خلفه في منصبه عام 99-900 ألف قبل أن ينتخب رئيسا في مارس عام 2000. في مارس 2012 انتخب بوتين لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات أثارت الكثير من الجدل وسط اتهامات بعمليات تزوير واسعة على إثرها خرج عشرات الآلاف في أكبر تجمع بالعاصمة موسكو قابلته السلطات بقمع شديد واعتقلت على إثره آلاف المحتجين. لم يسكت غضب المتظاهرين كما لم تنتهي ولايات بوتين الرئاسية. في العام 2018 انتخب لولاية رابعة تنتهي 2024 حينها سيبلغ من العمر 72 عاما وسيمضي على بقائه في السلطة ربع قرن. عنده رؤية واضحة فيما يخص يعني المتطلبات لمجتمع روسي وهو يبني خطواته في ما يخص الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. خطوات يراها الكثيرون في روسيا وخارجها مدمرة، فبعدما حاول بوتين اتباع نهج براغماتي يركز على تطوير الاقتصاد في بداية حكمه، أصبح لاحقا يخوض صراعا عالميا مع الغرب والليبرالية، وبات مستعدا للتضحية بالاقتصاد والمشاريع الوطنية من أجل كسب ذلك الصراع. تدخل عسكري في سوريا وانتزاع لجزيرة القرم ثم دعم لانفصالي أوكرانيا قرارات اتخذها نظام بوتين جر من خلالها البلاد إلى صراعات وأزمات سياسية مع الغرب. أستاذ لعبة السامبو التي تعد من فنون الدفاع عن النفس الروسية الحاصل على الحزام الأسود في لعبة الجودو قاده حبه في سن الشباب للفنون القتالية إلى خوض مغامرات الحروب في المنصب الرئاسي واتسمت مواقفه بالتناقض. عارض التدخل الغربي في ليبيا لكنه ساند بقوة نظام بشار الأسد في سوريا وعارض استقلال إقليم كوسوفو عن صربيا لكنه اعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين عن كييف. مؤيدو بوتين يعتبرونه صانع مجد ضاع على أنقاض الاتحاد السوفيتي لكنه في نظر منتقديه سلطوي حاد يسخر كل شيء من أجل ترسيخ حكمه.